يزور السعودية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإجراء محادثات حول جملة من القضايا البارزة في المنطقة، فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتبعه لاحقا. كان سوليفان قد أكد في وقت سابق التزام واشنطن تجاه قضايا الشرق الأوسط. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا كريم يسري. أهلا بك كريم. بالبداية، الهدف من زيارة جيك سوليفان للسعودية في هذا التوقيت؟ نعم لينا، بالتأكيد عدة أهداف يسعى إليها مستشار الأمن القومي جاك سوليفان من خلال زيارته للرياض، منها بعض الأهداف السياسية مثل البرنامج النووي الإيراني، مثل أزمة السودان، خاصة أن زيارته تتوافق مع زيارة مندوبه يعني الأطراف المتنازعة في السودان، كان الجيش السوداني أو كانت قوات الدعم السريع في جدة لبحث مفاوضات السلام بين الطرفين وحتى وقف إطلاق النار. هناك أيضا عدة ملفات اقتصادية تبحث مع شركاء الولايات المتحدة في الرياض، منها ملفات اقتصادية مثلا يعني تبحث الإدارة الأمريكية سبل منع يعني دول العالم من إحلال الروبل الروسي في التبادل التجاري بينها وبين عدد من الدول لاستيراد أو لتبادل النفط. وأيضا هناك مشاورات بشأن الملف الصيني في المنطقة، ولكن بشكل أساسي أعتقد بأن جاك سوليفان متواجد في الرياض لتحسين العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة والرياض، التي ربما تخللها بعض الاضطرابات على مستوى العامين الماضيين، ربما بسبب قرارات المتعلقة بمنظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، وهو ما أثر على الداخل الأمريكي هنا لأنه أدى لزيادة أسعار النفط، وبالتالي أدى ذلك لانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتالي الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على يعني منع أي قلاقل قد تحدث قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2024، خاصة لينا وأن الرئيس جو بايدن أعلن بالفعل أنه سيخوض تلك الانتخابات، عليه أولا الفوز بالانتخابات الخاصة بالحزب الديمقراطي للفوز ببطاقة الترشح، بعد ذلك سيكون هناك يعني بالتأكيد معركة انتخابية أمام الحزب الجمهوري، إن كان الرئيس السابق دونالد ترامب هو من أمامه في تلك الانتخابات الرئاسية. نعم. طيب كريم، ماذا عن التعاون المشترك بين الرياض وواشنطن بخصوص أيضا الأزمة السودانية؟ بالتأكيد هناك بيان خرج عن الخارجية الأمريكية أمس تناول التعاون المشترك بين المملكة السعودية والإمارات والولايات المتحدة وأيضا بريطانيا بشأن الأزمة السودانية، ورحب البيان بوصول المبعوثين الخاصين ب يعني الأطراف المتنازعة في السودان إلى جدة لبحث سبل حل الأزمة الحالية ووقف أو استمرار أو العمل على وقف إطلاق النار، يعني تجنبا للضحايا من المدنيين الذين سقطوا بالمئات على مدار الفترة الماضية. ذكر البيان أيضا بأنه التعاون مشترك بين الدول الأربعة لحث السودان على الوصول لحل سلمي للأزمة والتمسك بالحل الديمقراطي ويعني خريطة الطريق التي وضعت قبل ذلك وتم يعني هدمها من قبل القائمين على الأزمة الحالية، إن كانوا من الجيش السوداني أو حتى كانوا من قوات الدعم السريع. الولايات المتحدة تؤكد بأن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لتلك الأزمة، وأنه يجب التعاون مع كافة الأطراف المتنازعة للوصول في نهاية المطاف لموقف حاسم من تجاه المجتمع الدولي تجاه الأطراف المتنازعة في السودان، كان البرهان من الجيش السوداني أو حتى دجلو من يعني قوات الدعم السريع. شكرا لك كريم يسري مراسلنا من واشنطن.